بسم الله الرحمن الرحيم، أطيب تحية لحضراتكم من هنا من صالة النادي سموحة. نحييكم وهذا اللقاء الجولة العاشرة والذي يجمع بين فريقي سموحة والأهلي. حد أعرف حضراتكم على أسامي اللاعبات والجهاز الفني. نادي سموحة آية فتح الله رقم 1، وسام السيد 2، بيونيكا رقم 3، رانيا عبد العاطي 6، ريم أسامة 8، هاجر الشافعي 9، مريم حسام هاجر الشافعي 4، مريم حسام 9، انجي صلاح 10، فريده طارق 11، ندى كونجا 13، فاطمه 14، و17 حبيبه لطفي. اما بالنسبه للاعبات النادي الاهلي، رقم 0 هاله علي، رقم 1 ايه الفقي، رقم 7 نادين سلعوي، رقم 9 ندى نافع، رقم 11 حبيبه حاتم، 12 رضوى محمد، 14 فريده وائل، 15 رنين الجداوي، 23 نهى شتا، 5 نور علي طلعت، و74 جنه مصطفى، و77 هاجر علي. الجهاز الفني لنادي سموحه، كابتن ياسر عبد الرحمن مدير فني، كابتن هشام الرومي مدرب عام، كابتن مصطفى جمعه مدرب، كابتن حاتم خالد مساعد مدرب، كابتن محمود فرج مدرب احمال، وكابتن شروق بدراوي احصائي، كابتن ساره عبد الناصر اخصائي علاج طبيعي، ومعهم كابتن جهاد سمير مدير اداري. بالنسبه للنادي الاهلي، المدير الفني كابتن علي هاشم مدير فني، كابتن كريم اسماعيل مدرب عام، كابتن علياء محمود مدرب مساعد، كابتن ايهاب كونجا مخطط احمال، كابتن موسى علي مدير اداري، كابتن اكرم الشربجي احصائي وتحليل اداء، كابتن سالي سعيد طبيب الفريق، وكابتن ياسمين الكلاني للعلاج الطبيعي. حكامنا النهارده لمباراه اليوم للملعب كابتن محمد ابراهيم، ومعه كابتن سلمى بلال. على طاوله التسجيل كابتن هدير طارق مسجل، كابتن مصطفى سعد للأجهزة، كابتن أحمد عبد الحميد 24 ثانية، وكابتن همسة أشرف ميقاتي، بالإضافة لمراقب المباراة كابتن أشرف يوسف. ثواني وهنبدأ مباراة اليوم. طبعا كلنا عارفين ان ديت مباراة الجولة العاشرة. سموحة يحتل المركز الخامس، والاهلي سموحة يحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة وله 3 انتصارات، الاهلي في المركز الثاني برصيد 17 نقطة وله 8 انتصارات. في الجولة السابقة خسر سموحة بفارق نقطة بفارق باسكت أمام الشمس 59-61، بينما فاز الأهلي بفارق نقطة على الطيران. هنبدأ نتابع المباراة من أرض الملعب. معكم محدثكم فوزي جادو، ومعلقنا لمباراة اليوم الكابتن محمد عبد الحليم إنزاجي. بالتوفيق يا كابتن محمد إن شاء الله. شكرا للزميل فوزي جادو. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين متابعي الصفحة الرسمية لنادي سموحة اس سي. يسعدني ان اكون معكم معلقكم الرياضي كابتن محمد عبد الحليم انزاجي من داخل الصاله المغطاه بنادي سموحه، لا انقل لكم الوصف التوصيلي والتعليق الفني على احداث لقاء كره السله بين فريقي سموحه والاهلي في الجوله العاشره من دوري السوبر الممتاز الف سيدات، وعرض على حضراتكم الزميل فوزي جادو واعضاء الجهاز الفني والاداري واسماء اللاعبين. وبدات احداث المباراه والحيازه لفريق النادي الاهلي، وتمريره رائعه داخل الانسايد، اكسترا باس وثلاثية، لكن خطأ شخصي بيحتسب حكم المباراة على لاعبة نادي سموحة ريم أسامة. ثلاث رميات حرة للاعبة نادين سلعاوي تنجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى، وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثانية ولم تنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية نادين. وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثالثة ولم تنجح، والديفنسيف ريباوند لفاطمة لكن مقطوعة من فريق النادي الأهلي، ومحاولة للاختراق لكن بلوك شوت أكثر من رائع من فاطمة، وخطأ شخصي بيحتسب حكم المباراة على لاعبة النادي الأهلي فريدة وائل، أوتسايد لفريق نادي سموحة من الحد الجانبي.
ريكو بتمرر لانجي صلاح. انجي ريكو مرة تانية انسايد باس لبيونيكا. اكسترا باس سما انسايد باس لفاطيمة. فاطيمة كروس باس رائع لريكو وثلاثية. لكن في الديفنسيف ريباوند فريق النادي الاهلي. رضوى محمد على التنفيذ بتمرر لسلعاوي وثلاثية من نادين سلعاوي. لكن في الديفنسيف ريباوند بيونيكا المحترفة الامريكية لفريق نادي سموحة. سما بتمرر لانجي صلاح. انجي زون ديفنس من فريق النادي الاهلي وثلاثية من سما. والديفنسيف ريباوند لرنين القداوي. فريدة وائل بتمرر لرضوى محمد صانع العاب فريق النادي الاهلي. اوتسايد لفريق النادي الاهلي من الحد الجانبي على التنفيذ. فريدة وائل وثلاثية لكن الى خارج ارضية الملعب. اوتسايد لفريق سموحة. فول كورت زون بريس ديفنس من فريق النادي الاهلي. لكن بريس بريك رائع من فريق نادي سموحة. وبيونيكا وكيك اوت وثلاثية من انجي صلاح. والديفنسيف ريباوند من نادين سلعاوي. رانين سامي هوك لكن بلوك شوت من بيونيكا. ارتكاز اكثر من رائع من اللعبة رنين القداوي. بيونيكا بريس بريك رائع من فريق سموحة. ريكو محاولة الاختراق لكن بلوك شوت من لاعبة النادي الاهلي رنين القداوي. اوتسايد لفريق سموحة اسفل السلة. ريم اسامة على التنفيذ. انجي صلاح بتمرر لريم محاولة الاختراق ستيب باك. بيونيكا ميديام شوت اكثر من رائعه من اللاعبه بيونيكا المحترفه الامريكيه لفريق نادي سموحه. رضوى محمد ثلاثه الاهلي اثنين سموحه وسبع دقائق وعشر ثواني متبقيه لاحداث الفتره الاولى. وارتكاز من اللاعبه فريده وكيك اوت وثلاثيه ناريه من اللاعبه رنين الجداوي. زون بريس من فريق النادي الاهلي. سما انسايد باس كيك اوت لريكو انسايد باس مره ثانيه لفاطيمه. وسبين موف ومحاوله تصويب لكن الى خارج ارضيه الملعب. فريده وائل على التنفيذ لفريق النادي الاهلي. ومحاوله الاختراق من فريده. انسايد باس اكثر من رائعه وتنجح في التسجيل اللاعبه فريدة وائل. باك كات رائع من فريدة وائل. زون بريس ديفنس رائع وبريس بريك رائع وتنجح في التسجيل اللعبة بيونيكا من أسفل السلة. تمريرة رائعة من ريكو لبيونيكا. والفاست بريك لفريق نادي سموحة. سما تهدي ملعب نادي سموحة بتمرر انسايد باس وسبين موف اكثر من رائع من اللعبة فاطيمة. وخطأ شخصي بيحتسب حكم المباراة يستوجب رميتين حرتين للعبة فاطيمة لعبة نادي سموحة. خمس دقائق 48 ثانية متبقية على احداث الفترة الاولى وتنجح في تسجيل الرمية الحرة الاولى فاطيمة. وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثانية لم تنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية وندى نافع في الديفنسيف ريباوند. فاست بريك من رضوى لكن بتهدي ملعبها رضوى بتمرر لفريدة وائل. وانسايد باس اكثر من رائع باس انكت رائع من فريق النادي الاهلي. زون بريس ديفنس بريس بريك رائع كروس باس لسامة من بيونيكا وثلاثية لكن ديفنسيف ريباوند من نادين سلعاوي. لونج باس والفاست بريك لفريق النادي الاهلي. سلعاوي محاولة الاختراق لكن مقطوعة من ريكو.
والفاست بريك ريكو وميديام شوت رائعة من ريكو. 10 الأهلي، 7 سموحة، وخمس دقايق متوقعة لأحداث الفترة الأولى. وسامة وستيل أكثر من رائع، وإيزي لياب رائع من اللعبة سامة. 10 الأهلي، 9 سموحة، مان تو مان ديفنس من فريق نادي سموحة. ورضوى محمد وجان بول بيحتسبوا حكم المباراة. والحيازة لفريق نادي سموحة. وبيونيكا على التنفيذ. سما لينجي صلاح، تمريرات سريعة من فريق سموحة، وثلاثية من ريكو، وتنجح ريكو بالتسجيل. ثلاثية رائعة من اللاعب ريم أسامة. رنين الجداوي ومحاولة العمل المسيرة الدفاعية من فريق نادي سموحة. فريدة وائل بتمرر لندى نافع، ندى ومحاولة الاختراق واندر هاند لياب، لكن الساكن شوت الأكثر من رائع من اللاعب فريدة وائل. وأوتسايد بيحتسب حكم المباراة على فريق نادي سموحة. وتدخل إلى أرضية الملعب اللعبة آية فتح الله لعبة نادي سموحة. رضوى محمد على التنفيذ لفريق النادي الأهلي أسفل السلة. بتمرر لرنين، رنين وميديام شوت رائعة من رنين. انجي صلاح لونج باس لريم. انجي صلاح و 3 بوينت شوت من انجي، وديفنسيف ريباوند رائع من اللعبة رضوى محمد. رضوى بتمرر لنادين سمعاوي، تمريرة رائعة، باك كات رائع لكن الى خارج ارضية الملعب، اوتسايد لفريق نادي سموحة. 3 دقائق و30 ثانية متبقية لأحداث الفترة الأولى، وآية فتح الله على التنفيذ. تاتش بوست لبيونيكا وميديام شوت رائعة من بيونيكا. 14 الأهلي، 14 سموحة، والتعادل هو سيد الموقف حتى الآن. رضوى دابل درابل بيحتسبوا حكم المباراة على رضوى محمد لعبة النادي الأهلي. أوتسايد لفريق سموحة من الحد الجانبي. إنجي صلاح على التنفيذ. زون ديفنس من فريق النادي الأهلي. وكروس باس وهي فتح الله ومحاولة الاختراق وفلات شوت وصراع على الكرة وخطأ شخصي بيحتسبه حكم المباراة على بيونيكا المحترف الأمريكي لفريق نادي سموحة. أوتسايد لفريق النادي. دقيقتين 53 ثانية متبقية لأحداث الفترة الأولى، والتعادل هو سيد الموقف حتى الآن. 14 الأهلي، 14 سموحة. وفريدة وائل على التنفيذ بتمرر لآية الفقي. آية هاند أوف لهاجر. رنين وثلاثية من رنين، وتعود الكرة مرة أخرى للعابة آية الفقي، وثلاثية لكن في الديفنسيف ريباوند بيونيكا. ريكو إنجي صلاح آية فتح الله، وثلاثية من آية لكن ديفنسيف ريباوند أكثر من رائع من فريق النادي الأهلي. والفاست بريك ومحاولة التصويب من اللعابة آية الفقي، لكن خطأ شخصي بيحتسبه حكم المباراة اللعبة إنجي صلاح لعبة نادي سموحة. يستوجب رميتين حرتين للعبة آية الفقي.
دقيقتين 11 ثانية متبقية الأحداث الفترة الأولى. وآية على التنفيذ وتنجح في تسجيل الرمية الأولى، وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثانية آية وتنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية. 16 الأهلي 14 سموحة. بيونيكا بتمرر لإنجي صلاح، آية فتح الله، إنجي ريكو انسايد باس لكن ما توقع من فريق النادي الأهلي، والفاست بريك من فريدة ولونج باس أكثر من رائع لهاجر، لكن حكم المباراة بيحتسب دابل دريبل أوتسايد لفريق سموحة. ووقت مستقطع بيطلبه المدير الفني كابتن ياسر عبد الرحمن مدرب فريق نادي سموحة. كابتن فوزي ايه رأي حضرتك في أداء الفريقين في هذه الفترة حتى الآن؟ خلينا نقول ان المباراة يعني شيقة وتستحق المشاهدة، فرقتين كبار النهاردة، النادي الاهلي حاضر، دفاعات النادي الاهلي كانت 2-3 وعمل فاست بريك 2-2-1، عمل بريس 2-2-1 بالنسبة لنادي سموحة بيلعب 2-3 ومان تو مان وراجع على 2-3. شفنا التسجيلات بالنسبة للنادي الاهلي في ثلاثية لرنين والباقي من دخول، الهجمة كانت اسرع بالنسبة للنادي الاهلي. سموحة دايما هجمته بتكون بيلعب 5-5، شفنا في خلال الفترة الأولى ريكو صنع التقدم أول لسموحة بثلاثية، ردت عليها فريدة وائل وعادت الأهلي لتعادل 12-12، بعدها بيونيكا قدرت تعمل تعادل آخر لسموحة 14-14، آية الفقي مؤخرا برميتين حرتين تصنع التقدم للأهلي 16-14. معك يا كابتن انزاك. شكرا للزميل فوزي جادو. وانتهى الوقت المستقطع اللي طلب المدير الفني كابتن ياسر عبد الرحمن مدرب فريق نادي سموحة. 16 الاهلي 14 سموحة، ودقيقة 53 ثانية متوقعة الاحداث الفترة الاولى. وانجي صلاح على التنفيذ لفريق سموحة. انجي مان تو مان ديفنس من فريق النادي الاهلي. ريكو بتمرر ريم حسام وريكو وثلاثية من ريكو لكن خطأ شخصي بيحتسبه حكم المباراة على لاعبة فريدة وائل لاعبة النادي الاهلي. ثلاث رميات حرة للاعبة ريم حسام لاعبة نادي سموحة. وتنجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى ريكو، وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثانية وتنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية. وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثانية وتنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية ريكو. ستاشر الأهلي 17 سموحة، ويتقدم فريق سموحة بفارق نقطة. زون ديفنس من فريق سموحة، ونادين بتمرر لنادى نافع، نادين سلعاوي انسايد باس وديفنس، دفاع أكثر من رائع من فريق سموحة. حكم المباراة بيحتسب انتهاء زمن الهجمة. ريكو تمريرة رائعة انسايد باس انجي صلاح ومحاولة للارتكاز لكن حكم المباراة بيحتسب تاتش لاين اوتسايد على فريق نادي سموحة. دقيقة متبقية على احداث الفترة الاولى وآية الفي على التنفيذ لفريق النادي الأهلي. رانين بتمرر لنادين سلعاوي، تمريرات سريعة من فريق النادي الأهلي، كيك اوت لكن مقطوعة من ريكو. ريكو والفاست بريك، ريكو محاولة الاختراق وتنجح في التسجيل
ريم اسامه لاعبه نادي سموحه. ايه الفقي على التنفيذ لفريق النادي الاهلي. سكرين ذا بول بتمرر لهاجر. هاجر حاول الاختراق وسامي هوك رائعه لكن في الديفنسيف ريباوند. ايه فتح الله واوت ليت باس والفاست بريك وريكو وانسايد باس لبيونيكا. بيونيكا وتنجح في التسجيل اسفل السله. بيونيكا 21 سموحة 16 الأهلي. وتنتهي أعزائي المشاهدين أحداث الفترة الأولى بتقدم فريق سموحة على فريق النادي الأهلي بنتيجة 21-16 في مباراة مشوقة ومثيرة من جانب الفريقين. التقى فريقي سموحة والأهلي في الجولة الثالثة من دوري السوبر الممتاز ألف سيدات. استطاع فيها فريق الأهلي أن يحسم اللقاء لصالحه ويفوز على فريق سموحة بنتيجة 81-86. من يفعلها اليوم؟ دعونا ننتظر إلى نهاية المباراة لنعرف من سيحسم نتيجة هذه الجولة لصالحه. وأترك الميكروفون للزميل فوزي جادو لكي يطلعنا على بعض الإحصائيات. حبيبي يا كابتن انزاجي، 7 نقاط 0 رن هو الابرز بعد المستقطع للكابتن ياسر بنادي سموحه. كنا متوقفين عند 16-14، عاد سموحه ب7 نقاط منهم 5 لريكو. ريكو ثلاثيه اتعمل معاه فاول، حطت 3 رميات حره، بعدها ريكو عملت قطعت الكوره وراحت جرت على الفاست بريك قبل ان تتمكن بيونيكا مع نهايه الفتره الاولى انها تسجل نقطتين. خلينا نوضح لحضراتكم ال 16 نقطة اللي جابهم النادي الأهلي. هنلاقي منهم 10 من دخول، 3 من رميات حرة، بالإضافة ل 3 للرنين رمية ثلاثية. يبقى النادي الأهلي شاط في الثلاثيات 1 من 5 بنسبة 20%، الرميات الحرة 3 من 5 بنسبة 60%، بالنسبة للدخول الحقيقة 5 من 8 بنسبة 62.5%. هذا عن النادي الأهلي. اما بالنسبه لنادي سموحه فبالنسبه للتصويب سجل ال 21 نقطه ريكو لها 1 من 7 محاولات من دخول، 1 من 7 يعني تقريبا النسبه في حدود 14-15%. ده بالنسبه للثلاثيات. الرميات الحره النادي الاهلي نادي سموحه له 4 من 5 80%، بالاضافه للدخول قدر يسجل 10 نقاط من دخول وبالتالي 12 نقطة اسف من دخول وبالتالي النتيجة وصلنا ل 21-16. هنبدأ احداث الفترة الثانية وخلينا نتابع مع بعض احداث اللقاء. معاك المايك يا كابتن انزاجي. شكرا للزميل فوزي جادو. ونبدأ احداث الفترة الثانية والحيازة لفريق النادي الاهلي. نادين سلعاوي بتمرر لايا الفقي. زون ديفنس من فريق سموحة ومحاولة للاختراق وسامي هوك رائعة من نور علي طلعت لكن ديفنسيف ريباوند والحيازة لفريق سموحة. ريكو بتمرر لبيونيكا. بيونيكا لريكو مرة تانية كيك اوت. مريم حسام سكرين ذا بول وثري بوينت شوت رائعة من اللاعبة ريكو لاعبة نادي سموحة. لاعبة نادي سموحة آية الفقي على التنفيذ بتمرر لنور. نور محاولة الاختراق كيك اوت وثلاثية من نادين والديفنسيف ريباوند لبيونيكا. بيونيكا والفاست بريك. ريكو انسايد باس لبيونيكا وثلاثية رائعة. ثلاثية نارية من حبيبة لطفي. ثلاثية اكثر من رائعة. مان تو مان عفوا زون بريس زون ديفنس من فريق سموحة واوتسايد على فريق سموحة. اوتسايد لفريق النادي الاهلي اسفل السلة. آية الفي على التنفيذ 27 سموحة 16 الاهلي و8 دقايق 46 ثانية متوقعة لاحداث الفترة الثانية. والفي على التنفيذ سلعاوي وثري بوينت شوت اكثر من رائعة من نادين سلعاوي. آية بتمرر لحبيبة. حبيبة لطفي. ريكو مان تو مان ديفنس من فريق النادي الأهلي. سكرين ذا بول بيك أند ران. مريم حسام حاول الاختراق كيك أوت. آية فتح الله واختراق لكن بلوك شوت رائع من اللعبة رنين وتنجح مريم حسام
التسجيل اسفل السلة وتسقط اللاعبة رنين الجداوي على ارضية الملعب. سلامات لرنين لاعبة النادي الاهلي. سلامات لعبة رنين لعبة النادي الأهلي. كابتن فوزي، ما هو سر العودة القوية لفريق نادي سموحة في هذه المباراة حتى الآن؟ طبعا كابتن، يعني واضح لعبات سموحة حاضرين، جود ديفنس، في تصويب، شايفين الحقيقة تفوق لعدد من لعبات. خلينا نقول مثلا ان ريكو رجعت كملت المسيره بعد السبعة زيرو ران، وصلنا العشرة زيرو ران، بعدها حبيبه لطفي حطت ثلاثيه وصلنا للتلتاشر. سموحه مسجل ثلاثيتين عن طريق ريكو وحبيبه خلال الدقيقتين اللي اتلعبوا حتى الان من الفتره الثانيه. بعدها بتعود نادين بالاهلي وتصل الاهلي النقطه بثلاثيه النقطه 19 قبل ان تتمكن خطفيه مريم حسام اللي وصلت بسموحه لفارق العشر نقاط والنتيجه 29-19. سلامات للاعيبه النادي الاهلي رنين الجداوي، الف سلامه يا رنين. طبعا لاعبات الفريقين كانوا ملتفين حوالين منها، ولاعبات اهل نادي الاهلي طبعا حضراتكم شايفين على الصوره كلهم واقفين حوالين رنين. ان شاء الله يا رب تكون سليمه رنين. رايحه لها ايه فتح الله بتطمئن عليها. وهي طالعه ماشيه ان شاء الله ما فيش حاجه رنين، وبالتوفيق وتكمل المباراه كده ان شاء الله رنين. 8 دقايق و15 ثانيه من عمر الفتره الثانيه، وكابتن سلمى بلال هتطلع كوره من اول الملعب لنادي الاهلي. شكرا للزميل فوزي جادو. سلامات للاعبه رنين الجداوي لعبت النادي الاهلي. اي الفي على التنفيذ لفريق النادي الاهلي، تاتش بوست ومحاوله للاختراق من هال علي، محاوله لعمل المسيره الدفاعيه لكن ريكو تستحوذ على الكره، ولونج باس بيونيكا، كروس باس لا فتح الله، شوت فيك ودرايف، كيك اوت لحبيبه، اكسترا باس واكسترا باس لريم وثلاثيه، لكن في الديفنسيف ريباوند هلا علي للنادي الاهلي، وخطا ومخالفه المشي بالكره بيحتسبها حكم المباراه على اللاعبه ايه الفقي لاعبه النادي الاهلي. اوتسايد لفريق سموحه من الحد الجانبي، حبيبه لطفي انسايد باس لبيونيكا، كيك اوت ريم، مريم، آية، وحاكم المباراة بيحتسب انتهاء زمن الهجمة. دفاع اكثر من رائع من فريق النادي الاهلي. سبع دقائق 28 ثانية متبقية على احداث الفترة الثانية، وعشر نقاط فارق لفريق نادي سموحة، 29 سموحة 19 الاهلي. رضوى بتمرر لحبيبة حياتي، محاولة الاختراق، كيك اوت سلعاوي، اكسترا باص ورضوى، شوت فيك ودرايف، لكن كيك اوت مرة تانية، وثري بوينت شوت رائعة من حبيبة، لكن خطأ شخصي بيحتسبه حاكم المباراة على اللاعبة مريم حسام لعبة نادي سموحة. يستوجب رميتين حرتين للاعبة نور علي طلعت، لكن اعتقد اوتسايد، فعلا اوتسايد من اسفل السله لفريق النادي الاهلي. انسايد باس لكن مقطوعه، حبيبه لطفي، الفاست بريك وريكو حاول التسجيل، وفي الديفنسيف ريباوند فريق النادي الاهلي، والفاست بريك حبيبه، كيك اوت نادين سلعاوي،
ودرايف اكثر من رائع من اللعبة نديم سلعاوي، وتنجح في التسجيل. اداء سريع وقوي من فريق النادي الاهلي في هذه الفترة. آية انسايد باس لبيونيكا، لكن ما توقع من فريق النادي الاهلي. فاست بريك كروس باس ومحاولة التسجيل، لكن في الديفنسيف ريباوند بيونيكا. ريكو بيونيكا لريكو مرة تانية، ريكو محاولة الاختراق ويورو ستيب رائع، والأوفنسيف ريباوند لبيونيكا، لكن حاكم المباراة بيحتسب تاتش لاين على اللعبة بيونيكا المحترفة الأمريكية لفريق سموحة. ريتم المباراة أصبح أسرع في هذه الفترة من جانب الفريقين. حبيب حاتم بتمرر لرادو محمد، سكرين دبول ومحاولة الاختراق، انسايد باس رائعة ومحاولة التسجيل وتنجح في التسجيل أسفل السلة. اللعبة نور علي طلعت لعبة النادي الأهلي. حبيبة حبيبة لطفي مان تو مان ديفنس بيكم باب أوت من مريم، انسايد باس وارتكاز من بيونكا، ورادوة بتهدي ملعب فريق النادي الأهلي. رادوة وثري بوينت شوت والديفنسيف ريباوند لآية فتح الله. وخطأ شخصي بيحتسب حكم المباراة على اللعبة هالة علي لاعبة النادي الأهلي، أوتسايد لفريق سموحة من الحد الجانبي. 29 سموحة 23 الأهلي، وخمس دقائق 29 ثانية متبقية لأحداث الفترة الثانية، وحبيبة لطفي على التنفيذ لفريق نادي سموحة، ومان تو مان ديفنس من فريق النادي الأهلي. هاند أوف لريكو بيكام باب أوت بيونيكا و 3 بوينت شوت والديفنسيف ريباوند لهلا علي لعبة النادي الأهلي. وفاست بريك حبيبة انسايد باس لنور، نور كروس باس، لكن حكم المباراة بيحتسب تاتش لاين على اللعبة نور علي طلعت لعبة النادي الأهلي. أوتسايد لفريق سموحة أسفل السلة. سما بيونيكا ريكو انسايد باس فاطيمة فيك سبين ومحاولة تصويب والأوفنسيف ريباوند لبيونيكا وإكسترا باس وحبيبة لطفي وثلاثية، لكن ديفنسيف ريباوند من نادين سلعاوي والفاست بريك. حبيبة كروس باس رائعة وتنجح بالتسجيل اللاعبة رضوى محمد. بيونيكا حبيبة لسامة ريكو ومحاولة الاختراق من ريكو، وحاكم المباراة بيحتسب خطأ شخصي على اللاعبة حبيبة حاتم لاعبة النادي الأهلي. 29 سموحة 25 الأهلي. إنجي صلاح تدخل إلى أرضية الملعب لفريقنا السموحة. وريكو على التنفيذ لفريق سموحة أسفل السلة. بيونيكا إنجي صلاح ريكو مان تو مان ديفنس من فريق النادي الأهلي ومحاولة الاختراق كيك أوت وسامة وثري بوينت شوت والديفنسيف ريباوند لفريق النادي الأهلي. حبيبة حاتم لرادوة نوها حبيبة حاتم ومحاولة الاختراق سبين موف وتمريرة وفلات شوت رائعة من نادين سرعاوي، لكن إلى خارج أرضية الملعب أوتسايد لفريق النادي الأهلي.
29 سموحة 25 الأهلي وثلاث دقائق 31 ثانية متوقعة الأحداث الفترة الثانية. ووقت مستقطع بيطلبه المدير الفني كابتن علي هاشم مدرب فريق النادي الأهلي. أداء أكثر من رائع من الفريقين في هذه الفترة. يعتمد الفريقين على الهجوم الخاطف السريع ومحاولة التسجيل في أقل زمن ممكن. كابتن فوزي إيه رأي حضرتك في أداء الفريقين في هذه الفترة؟ تحياتي كابتن إنزاجي. خلينا نقوله أن النادي الأهلي قطع تقدم سموحة بعشر نقاط وقدر يسجل لاعبات النادي الأهلي ست نقاط متتالية من دخول عن طريق نادين ونور علي وردوة في الأخير. كنا متوقفين عند 29-19 توقف رصيد سموحة عند 29 ووصل الأهلي للنقطة 25. في الحقيقة لجأت لاعبات سموحة إلى التصويب لأن حصل عليهم قفل تحت السلة، وبالنسبة للنادي الأهلي كان فيه إلى حد ما سرعة، ولا تزال نادين تمتلك الحلول بالنسبة للنادي الأهلي. شكرا للزميل فوزي جادو. وانتهى الوقت المستقطع اللي طلبه المدير الفني لفريق النادي الأهلي كابتن علي هاشم. في محاولة لعمل تكتيك هجومي سريع والتسجيل من خلاله. حبيبة على التنفيذ بتمر النور وثري بوينت شوت من حبيبة والأوفنسيف ريباوند لرضوى محمد. انسايد باس ونور وسيمي هوك لكن بلوك شوت رائع من اللعبة بيونيكا وفرونت بيفوت ولكن خطأ شخصي بيحتسب حكم المباراة على اللعبة حبيبة حاتم لعبة النادي الأهلي. اوتسايد لفريق سموحة من الحد الجانبي. انجي صلاح على التنفيذ لفريق سموحة. سما مان تو مان ديفنس من فريق النادي الاهلي. بيكان ران وريكو وميديام شوت والديفنسيف ريباوند لرادو محمد لعبة النادي الاهلي. حبيبة حاتم في محاولة الاختراق وتمريرة رائعة لكن مقطوعة من ريكو. ريكو والفاست بريك 3 اون 1 وتمريرة رائعة لانجي وبيونيكا وحاكم المباراة بيحتسب مخالفة المشي بالكرة على اللاعبة انجي صلاح لاعبة نادي سموحة. اوتسايد لفريق النادي الاهلي. 29 سموحة 25 الاهلي ودقيقتين 45 ثانية متبقية الاحداث الفترة الثانية. ودرايف اكثر من رائع وتمريرة رائعة وميدجي ام شوت من نور علي طلعت. ووقت مستقطع بيطلبه المدير الفني الكابتن ياسر عبد الرحمن مدرب فريق نادي سموحة. 29 سموحة 27 الأهلي ودقيقتين 36 ثانية متبقية على الفترة الثانية. في الجولة التاسعة السابقة من دوري السوبر الممتاز ألف سيدات التقى فريق مع الطيران في مباراة قوية ومثيرة فاز فيها الأهلي على الطيران بنتيجة 75-74. والتقى فريق سموحة مع فريق الشمس في الجولة السابقة التي استطاع فيها الشمس أن ينتزع الفوز بنتيجة 61-59. وأترك الميكروفون للزميل فوزي جادو لكي يطلعنا على بعض إحصائيات اللاعبين في هذه الفترة. شكرا كابتن محمد انزاجي. لا يزال الاهلي 8-0 رن بعد وصول سموحه للنقطه 29 وكان متوقف الاهلي عند النقطه 19 قدر يوصل للنقطه 27 مؤخرا عن طريق متوسطه بدون ديفنس تحت سله سموحه من اللاعبه نور علي. خليني اشيد برضو بتميز دفاعي وسرعه للاعيبه نادي سموحه ريكو. نازلين اللاعبات لأرض الملعب وشايفين الخماسي نزل الثاني فاطمة وبيونيكا موجودة في أرض الملعب بالإضافة لسما السيد موجودة في أرض الملعب وندى كونجا آسف إنجي صلاح نزلت بالإضافة لريكو. ده عن النادي الأهلي عن النادي سموحة. أما بالنسبة للنادي الأهلي فموجود لاعبات. طب نكمل مع كابتن إنزاجي. ودي كرة خطأ من بيونيكا في التطليع ونادين بتستغلها. أدي كده العشرة بتوع الأهلي رجعوا. شكرا للزميل فوزي جادو. وخطأ شخصي
يحتسب حكم المباراة على اللعبة. رضوى محمد لعبة نادي الأهلي 29-29. ونعود إلى نقطة البداية مرة أخرى والتعادل بين فريقين. وإنجي صلاح على التنفيذ من تومان ديفنس من فريق النادي الأهلي. إنجي فاطمة ريكو بيكام باب أوت من فاطمة ارتكاز كروس باس وإنجي صلاح وميديام شوت لكن في الديفنسيف ريباوند حبيبة حاتم. حبيبة والفاست بريك لكن متهدي ملعبها حبيبة. رضوى محمد لحبيبة حاتم انسايد باس نور وسبين موف ومحاولة الارتكاز لكن في الديفنسيف ريباوند فريق نادي سموحة. ريكو انسايد باس لفاطمة تمريرات رائعة شوت فيك ودرايف من سما كيك اوت انسايد باس فاطمة وميديام شوت اكثر من رائعة من اللعبة فاطمة. دقيقة 27 ثانية متبقية الأحداث الفترة الثانية. رضوى نادين سنعاوي حبيبة حاتم مانتو وثلاثية رائعة لكن في الديفنسيف ريباوند فاطمة وحاكم المباراة بيحتسب مخالفة المشي بالكرة على اللعبة فاطمة. أوتسايد لفريق النادي الأهلي أسفل السلة. فريدة وائل تدخل إلى أرضية الملعب لاعبة النادي الأهلي ورضوى محمد على التنفيذ. فريدة وائل ومحاولة الاختراق كيك أوت نادين سلعاوي ستيف فيك ودرايف وفلات شوت أكثر من رائعة من اللعبة نادين سلعاوي. سما سما ومحاولة الاختراق وخطأ شخص بيحتسب حاكم المباراة على اللعبة نادين سلعاوي يستوجب رميتين حرتين للعبة. سامع لعبة نادي سموحة 51 ثانية متبقية لأحداث الفترة الثانية والتعادل هو سيد الموقف حتى الآن 31 الأهلي 31 سموحة. وسامع على تنفيذ الرمية الحرة الأولى وتنجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى سامع وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثانية. وتنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية 33 سموحة 31 الأهلي ورضوى محمد على التنفيذ. نور فريدة نوها لفريدة مرة تانية ومحاولة الاختراق من فريدة وإنسايد باس لكن مقطوع من سما سما والفاست بريك لكن بتهدي ملعبها. إنجي صلاح سما إنسايد باس فاطمة سبين موف ومحاولة التسجيل لكن الديفنسيف ريباوند من نور علي طلعت. فريدة وفاست بريك ومحاولة التسجيل والديفنسيف ريباوند لإنجي لونج باس وريكو ريكو ستيب باك وميديام شوت من ريكو فسلعاوي وتصويبه بعيده المدى تنتهي مع اعزائي المشاهدين احداث الفتره الثانيه بتقدم فريق نادي سموحه على فريق النادي الاهلي بنتيجه 33-31 في مباراه مشوقه ومثيره من جانب الفريقين. استراحة قصيرة أعزائي المشاهدين ثم نعود مرة أخرى لمتابعة أحداث اللقاء وأترك الميكروفون للزميل فوزي جادو ليعرض على حضراتكم إحصائيات اللاعبين في الفترات السابقة على أمل اللقاء بكم مرة أخرى في بداية الفترة الثالثة بإذن الله تعالى. شكرا كابتن محمد. فاطمة أيضا بمتوسطة بدون دفاع تعيد التقدم لسموحة 31-29 بعدها نادين تعادل للنادي الأهلي سما تضيف من حرتين لتنتهي الفترة الثانية بنتيجة 33-31. خلينا نقول ان النادي الأهلي كان الأكثر دخول خلال الفترة الثانية من نادي سموحة. تكافأ الفريقين بالنسبة للرميات الثلاثية لنادي سموحة في الفترة الثانية رميتين عن طريق ريكو
وحبيبة في أول الفترة الثانية، بينما للنادي الأهلي واحدة اتحققت عن طريق نادين. النادي الأهلي اعتمد بشكل مباشر على السرعة وعلى الدخول، في إخفاق بالنسبة لنادي سموحة من الدخول، ملوش غير بس متوسطة بتاعت مريم حسام بالإضافة للرميتين اللي شفناهم. يعني في تفوق لنادي الأهلي بالنسبة للدخول. الفترة الأولى كنا متوقفين عند 16 لسموحة، وصلنا ل 31 لسموحة. يبقى سموحة سجل في الفترة الأولى 16 وسجل في الفترة الثانية 15. النادي الأهلي كان متوقف عند 21، وصل للنقطة 33، يبقى في 12 نقطة للنادي الأهلي. واضح أن الفترة الثانية كان هناك تفوق لنادي سموحة على مستوى الدفاع والهجوم. هنلتقيكم إن شاء الله مع بداية الفترة الثالثة، لكم منا كل التحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وعودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين متابعي الصفحة الرسمية لنادي سموحة، سموحة اس سي. أذكركم بنفسي معلقكم الرياضي كابتن محمد عبد الحليم إنزاجي على أحداث لقاء كرة السلة بين فريقي سموحة والأهلي في الجولة العاشرة من دوري السوبر الممتاز ألف سيدات، وانتهت أحداث الفترة الأولى بتقدم فريق سموحة على فريق النادي الأهلي بنتيجة 33-31. ثواني ونبدأ أحداث الفترة الثالثة، وأترك الميكروفون للزميل فوزي جادو لكي يطلعنا على على بعض إحصائيات اللاعبين في الفترات السابقة. حابين الحقيقة قبل ما نبدأ الفترة الثالثة ننبه طبعا أن النهاردة في 4 جولات الطيران مع هليوبلس، والتأمين مع والجزيرة مع سبورتينج، وسموحة والأهلي، بالإضافة للتأمين مع الشمس. دي 4 مباريات اللي بتشهدهم هذه الجولة. في الجولة القادمة سموحة هينتقل لملاقاة التأمين، وهليوبلس هيستقبل فريق النادي الأهلي. لاعبات النادي الأهلي بدأوا ينزلوا، لاعبات سموحة بدأوا ينزلوا إلى أرض الملعب، وشايفين في أرض الملعب من النادي الأهلي لاعبات نهى شتا و7 نادين، بالإضافة لفريدة وائل ومنى، وكمان موجودة في الملعب نادين سلعو. هتبدأ ريكو تطلع الكرة. شكرا للزميل فوزي جادو، ونبدأ أحداث الفترة الثالثة، وريكو على التنفيذ والحيازة لفريق النادي سموحة. إنجي صلاح مان تو مان ديفنس من فريق النادي الأهلي. بيكام باب أوت من بيونيكا كيك أوت، وثلاثية من ريكو، والديفنسيف ريباوند من نوع شتا لاعبة النادي الأهلي. فريدة وائل، زون ديفنس من فريق نادي سموحة. تاتش بوست انسايد باس رائعة من نور، لكن خطأ شخصي بيحتسب حكم المباراة. يستوجب رميتين حرتين للاعبة نوها شتا لاعبة النادي الأهلي. تمريرة أكثر من رائعة من اللاعبة نور علي طلعت لاعبة النادي الأهلي، ولم تنجح في التسجيل اللاعبة نهى. وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثانية، والديفنسيف ريباوند لإنجي صلاح صانع ألعاب فريق نادي سموحة. إنجي في محاولة الاختراق، انسايد باس لفاطمة لكن مقطوعة من فريدة وائل، والفاست بريك ومحاولة تسجيل وتنجح في التسجيل اللعبة فريدة وائل لعبة النادي الأهلي. 33 الأهلي، 33 سموحة. ونعود سويا إلى نقطة البداية. بيونيكا، سما، ريكو، سكرين ذا بول من بيونيكا، محاولة الاختراق من ريكو يورو ستاب، محاولة التصويب لكن إلى خارج أرضية الملعب. أوتسايد لفريق النادي الأهلي. 8:38 ثانية متوقعة لأحداث الفترة الثالثة، ولونج باص من نور، فريدة وائل، كيك أوت، نادين صنعاوي، ستيف فيك ودرايف، وتمريرة رائعة وتنجح في التسجيل اللعبة نوها شتا. فلات شوت أكثر من رائع من اللعبة نوها. إنجي بتمرر لبيونيكا، إنجي صلاح، سما، إنسايد باس فاطمة، وتمريرة أكثر من رائع ريكو، وريفرس لايب وتنجح في التسجيل اللعبة ريم أسامة. رضوى محمد، وثلاثية من سلعاوي وتنجح في التسجيل اللاعبة نادين سلعاوي، ثلاثية أكثر من رائعة. 38 الأهلي، 35 سموحة. وإنجي صلاح على التنفيذ، ريكو بزلاين درايف ومحاولة التسجيل وتنجح في التسجيل ريكو. تمريرة رائعة وتنجح في التسجيل اللاعبة نور أسفل السلة بعد تمريرة أكثر من رائعة من اللاعبة فريدة وائل. إنجي صلاح
40 الأهلي 37 سموحة بيونيكا سامة انسايد باس لبيونيكا بيونيكا كيك اوت فاطيمة وثري بوينت شوت من فاطيمة والأوفنسيف ريباوند لريكو سكرين ذا بول لريكو وثري بوينت شوت من ريكو وتنجح في التسجيل اللعبة ريمو سامة وثلاثية نارية وكروس باس للنادي الأهلي وفاست بريك لكن خاطئ شخصي بيحتسبه حاكم المباراة على اللعبة سامة لعبة نادي سموحة أوتسايد لفريق النادي الأهلي أسفل السلة مريم حسام تدخل إلى أرضية الملعب لعبة نادي سموحة 40 الأهلي 40 سموحة والتعادل هو سيد الموقف حتى الآن 6 دقائق 50 ثانية متبقية على أحداث الفترة الثالثة وهلا علي تدخل إلى أرضية الملعب لفريق النادي الأهلي رضوى محمد على تنفيذ لفريق النادي الأهلي أسفل السلة بتمرر نادين سلعاوي فريدة ومحاولة الاختراق تمريرة رائعة النور فريدة مرة تانية كيك اوت نادين سلعاوي وثري بوينت شوت من نادين سلعاوي وتنجح في التسجيل لعبة نادين سلعاوي 43 الأهلي 40 سموحة مريم حسام هاند اوف آية فتح الله مان تو مان ديفنس من فريق النادي الأهلي سكرين ذا بول لريكو كيك اوت مريم محاولة الاختراق انسايد باس فاطمة وهوك شوت رائعة بتنجح في تسجيلها اللعبة فاطمة فريدة وائل رادو محمد تاتش باس النور نور كيك اوت لفريدة وثري بوينت شوت من فريدة والديفنسيف ريباوند لآية فتح الله آية بتمرر لإنجي صلاح مريم هاند اوف لإنجي إنجي محاولة الاختراق كيك اوت آية فتح الله شوت فيك ودرايف ومحاولة تصويب لكن خاطئ شخص بيحتسب حكم المباراة على اللعبة آية فتح الله لاعبة نادي سموحة اوتسايد لفريق النادي الأهلي 5 دقائق 34 ثانية متبقية على أحداث الفترة الثالثة 43 الأهلي 42 سموحة رضوى محمد صانع العاب فريق النادي الأهلي على التنفيذ رضوى رنين الجداوي بتمر لفريدة فريدة ومحاولة الاختراق وتمريرة رائعة رنين وميديام شوت وجان بول والحيازة لفريق النادي الأهلي حبيبة لطفي تدخل إلى أرضية الملعب بديلة لزميلتها إنجي صلاح لاعبة نادي سموحة رضوى محمد على تنفيذ لفريق النادي الأهلي نادين سلعاوي رضوى ستيف فيك ودرايف وفلات شوت أكثر من رائعة لكن الأوفنسيف ريباوند لرانين وهوك شوت رائعة من رانين الجداوي آية فتح الله ومحاولة الاختراق لكن ما توع من فريدة فريدة والفاست بريك وتمريرة رائعة لرضوى وتنجح بالتسجيل أسفل السلة لاعبة رضوى محمد خاطئ شخصي بيحتسب حكم المباراة على اللعبة رضوى محمد لعبة النادي الأهلي أوتسايد لفريق سموحة من الحد الجانبي 4 دقائق 40 ثانية متبقية لأحداث الفترة الثالثة 47 الأهلي 42 سموحة وفول كورت مان تو مان بريشر ديفنس من فريق النادي الأهلي آية فتح الله حبيبة لطفي ريكو وخاطئ شخصي بيحتسب حكم المباراة على اللعبة فريدة وائل لاعبة النادي الأهلي أوتسايد لفريق سموحة من الحد الجانبي حبيبة حاتم تدخل إلى أرضية الملعب لاعبة النادي الأهلي فريدة على التنفيذ حبيبة عفوا بتمرر لمريم مريم حسام آية فتح الله
وثري بوينت شوت رائعة من اللعبة حبيبة لطفي. والديفنسيف ريباوند لرانين رادوة. رادوة محاولة الاختراق وانسايد باث أكثر من رائعة وتنجح في التسجيل اللعبة هالة علي لعبة النادي الأهلي. فول كورت مان تو مان ديفنس من دفاع النادي الأهلي. حبيبة لطفي، مريم حسام، آية فتح الله، باكات رائع من ريكو، انسايد باس لفاطيمة، فاطيمة تمريرة رائعة لكن مقطوعة من رادو محمد. اوتسايد اوتسايد، بيحتسب حكم المباراة. لفريق نادي سموحة من أسفل السلة. 3 دقائق 43 ثانية متبقعة لأحداث الفترة الثالثة، وريكو على التنفيذ وانتهى زمن الهجمة. وأوتسايد لفريق النادي الأهلي. رادو محمد على التنفيذ، مان تو مان ديفنس من فريق سموحة، ومحاولة الاختراق من رادو وتمريرة رائعة وتنجح في التسجيل اللاعبة هالة علي. واند وان رمية حرة إضافية، سامي هوك أكثر من رائع من اللاعبة هالة علي لاعبة النادي الأهلي. خطأ شخصي بيحتسب حكم المباراة على دفاع النادي سموحة. بيونيكا تدخل إلى أرضية الملعب المحترفة الأمريكية لفريق نادي سموحة وتنجح في تسجيل الرمية الحرة الإضافية هالة علي. فول كورت مان تو مان بريشر ديفنس من من دفاع النادي الأهلي، وبريس بريك رائع من فريق سموحة. بيونيكا انسايد باس لفاطيمة لكن إلى خارج أرضية الملعب، أوتسايد لفريق النادي الأهلي. 52 الأهلي، 42 سموحة، وثلاث دقائق 18 ثانية متوقعة لأحداث الفترة الثالثة. 10 نقاط فارق لصالح فريق النادي الأهلي. ورضوى محمد على التنفيذ، رضوى محاولة الاختراق لكن خطأ شخصي بيحتسب حكم المباراة على اللاعبة حبيبة لطفي لاعبة نادي سموحة. يستوجب رميتين حرتين لرضوى محمد. رادو على تنفيذ والرمية الحرة الأولى وتنجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى رضوى. وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثانية رضوى محمد لاعبة النادي الأهلي وتنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية. وفول كورت مان تو مان بريشر ديفنس من فريق النادي الأهلي. حبيبة لطفي بتعدي نص الملعب لفريق نادي سموحة. بيونيكا، آية فتح الله، محاولة الاختراق، شوت فيك وتمريرة لكن ما توعى من حبيبة. حبيبة والفاست رائعة اللعبة رضوى محمد وتنجح في تسجيل إيزي اللايب أكثر من رائع رضوى محمد. آية فتح الله، ريكو ريكو سكرين ذا بول و 3 بوينت شوت رائعة من اللعبة ريكو تنجح في تسجيلها. 56 الأهلي، 45 سموحة، ودقيقتين 23 ثانية متبقعة الأحداث الفترة الثالثة. زون ديفنس من فريق سموحة وسرعاوي انسايد باس لرانين، رانين أسفل السلة وحاكم المباراة بيحتسب خطأ شخصي. يستوجب رميتين حرتين للعبة رنين الجداوي لاعبة النادي الأهلي.
وراني عبد العاطي تدخل الى ارضيه الملعب لعيبه نادي سموحه وتنجح في تسجيل الرميه الحره الاولى اللاعبه رنين الجداوي. 57 الاهلي 45 سموحه ولم تنجح في تسجيل الرميه الحره الثانيه وحبيبه لطفي في الديفنسيف ريباوند. رانيا حبيبه لطفي هاند اوف لبيونيكا انسايد باس وبيفوتينج وفلاتش وتصويبه رائعه عفوا من اللاعبه فاطمه بعد ارتكاز اسفل السله اكثر من رائع من اللاعبه فاطمه ومحاوله الاختراق من هاله علي واوت سايد على فريق النادي الاهلي. دقيقه 30 ثانيه متبقيه لاحداث الفتره الثالثه وفارق العشر نقاط لصالح النادي الاهلي. 57 الاهلي 47 سموحه. حبيبه لطفي بتمرر لرانيا رانيا ريكو انسايد باس فاطمه وخطا شخصي بيحتسب حكم المباراه على اللاعبه رنين الجداوي لاعبه النادي الاهلي. اوتسايد لفريق سموحه من الحد الجانبي. حبيبه لطفي على التنفيذ. دقيقه 10 ثواني متبقيه على احداث الفتره الثالثه. حبيبه بتمرر لرانيا بيونيكا ريكو سكرين ذا بول من بيونيكا بيكان ران وميدي امشوت رائعه وفي الديفنسيف ريباوند رنين الجداوي. رضوى بتمرر لحبيبه حاتم لرضوى مره ثانيه رنين و 3 بوينت شوت رائعه من رنين والديفنسيف ريباوند لبيونيكا. حبيبه لطفي والفاست بريك رانيا وتمريره مقطوعه من فريق النادي الاهلي والفاست بريك لكن مقطوعه مره ثانيه من فريق سموحه وحبيبه لطفي. 28 ثانيه متبقيه لاحداث الفتره الثالثه وحبيبه لطفي على التصويب وتنجح بتسجيل ثلاثيه اكثر من رائعه ووقت مستقطع بيطلبه المدير فريق النادي الاهلي الكابتن علي هاشم. 19 ثانية متبقية لأحداث الفترة الثالثة. 57 الأهلي 50 سموحة. كابتن فوزي إيه رأي حضرتك في أداء الفريقين في هذه الفترة؟ خلينا نتوقف عند تسجيلات سموحة خلال الفترة الثالثة 19 ثانية. سموحة مسجل 17 نقطة منهم 10 لريكو وأربعة الفاطمة والثلاثية الأخيرة الحبيبة لطفي. 17 نقطة سجلها فريق نادي سموحة. سموحة كان 33 متفوق بنقطتين وصل للنقطة 50 بالثلاثية الأخيرة للاعبته حبيبة لطفي. أما عن النادي الأهلي كان متوقف عند النقطة 31 والآن 57. فترة مثالية بالنسبة للنادي الأهلي خلال الفترة الثالثة. شفنا الحقيقة أكثر من لاعبة عندهم تفوق بالنادي الأهلي. شفنا هالة علي قوة ونشاط ودخول كذلك برضو. شفنا الحقيقة نادين محرزة 6 نقاط في بداية الفترة. شفنا ثلاثيتين لنادين وشفنا نهى شتا دخلت. شفنا فريدة وائل دخلت. شفنا نور كذلك. شفنا رنين. شفنا رضوى. شفنا هالة علي الحقيقة كذلك رضوى بعد كده تاني. الأهلي استفاد كمان من الرميات الحرة أكتر من سموحة. سموحة لم يحصل على رميات حرة خلال الفترة الثالثة. النادي الأهلي مسجل خلال الفترة الثالثة من 31 ل 57 26 نقطة مقابل 19 نقطة في خلال الفترة الثالثة. في عادة الأهلي بالسرعة والجود ديفنس ودفاعات المان تو مان بيقدر يرجع بسهولة. النادي الأهلي لما بيبدل دفاعاته إلى مان تو مان في مناطق مختلفة من الملعب عمل بريس وعمل مان تو مان ورجع على دفاع المنطقة النادي الأهلي بالنسبة للدفاعات. لا تزال ريكو هي الأميز بالنسبة للاعبات نادي سبورتنج نادي سموحة بينما الأهلي هناك أكثر من لاعبة عندهم تفوق. كابتن محمد إنزاجي شكرا للزميل فوزي جادو. وانتهى الوقت المستقطع لطلب المدير الفني لفريق النادي الأهلي الكابتن علي هاشم. حبيبة حاتم بتمرر لرضوى
وان مور باس لرانين، رانين وبيفوتينكو، ومخالفة المشي بالكرة بيحتسبها حكم المباراة على اللاعب رانين الجداوي لاعب نادي الأهلي. أوتسايد لفريق سموحة من الحد الجانبي. ثلاث ثواني متبقية الأحداث الفترة الثالثة، وثري بوينت شوت من فاطمة لكن إلى خارج أرضية الملعب، تنتهي معها أحداث الفترة الثالثة بتقدم فريق النادي الأهلي على فريق سموحة بنتيجة 57-50. سبورتنج يتصدر جدول ترتيب الدوري السوبر برصيد 17 نقطة، والأهلي يتراجع إلى المركز الثاني ولكن يتساوى في النقاط مع سبورتنج برصيد 17 نقطة أيضا، بينما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد مواجهات الجولة التاسعة. وأترك الميكروفون للزميل فوزي جادو لكي يطلعنا على بعض إحصائيات اللاعبين في الفترة السابقة. خلال الفترة الثالثة قدر النادي الأهلي أنه يتفوق بتسعة نقاط كاملة خلال الفترة الثالثة. كان سموحة متقدم فارق نقطتين، الآن الأهلي متقدم بفارق سبع نقط. خلينا برضو نقول ان الفرقتين النهاردة دول الحقيقة توافقت النتائج بالنسبة لهم في خلال الجولة الاولى، قدر سموحة يفوز على الجزيرة والأهلي يفوز على الشمس، ايضا في خلال الفترة الثانية قدر سموحة يفوز على الشمس والأهلي يفوز على الطيران، في خلال الجولة السادسة قدر سموحة يفوز على الطيران والأهلي كمان يفوز على الجزيرة. اما في خلال الجولة السابعة خسر الفريقين، الاهلي خسر من سبورتنج وسموحة كمان حقق خسارة في الجولة السابعة. اربع جولات خلال الدور الاول توافقت فيها نتائج الفريقين. طبعا الفترة الحاسمة كابتن محمد انزاجي اللي هي الفترة الرابعة ديت اللي هتشهد ربما ايه، هل يعود سموحة الى المباراة. المباراة كانت ماشية ايكوال بشكل كامل في خلال الفترات الثلاثة، ربما الاهلي قدر ان هو يدخل في خلال الفترة الرابعة بفارق التسع نقاط. خلينا ننتظر الفترة الرابعة وماذا تسفر الفترة الرابعة، هل يعود سموحة عن طريق لعبته المميزة ريكو، ام يقدر النادي الاهلي ان هو يحسم اللقاء ويرجع للقاهرة بنقطتي المباراة. الكرة معك، الميكروفون معك يا كابتن محمد انزاجي. شكرا للزميل فوزي جادو، ونبدأ أحداث الفترة الرابعة وريكو على التنفيذ والحيازة لفريق نادي سموحة. حبيبة لطفي بتمرر لبيونيكا، هاند أوف لريكو، رانيا سكرين ذا بول من فاطمة ومحاولة الاختراق، كيك أوت حبيبة لطفي وثري بوينت شوت، وفي الريباوند فاطمة وتنجح في التسجيل اللاعبة فاطمة، وأند وان قاطع شخص على دفاع فريق النادي الأهلي على اللاعبة رنين الجداوي، رمية حرة إضافية للاعبة فاطمة. سبعة وخمسين الأهلي، 52 سموحة، وفاطمة على التنفيذ ولم تنجح بتسجيل الرمية الحرة الإضافية. رضوى صانع العاب فريق النادي الاهلي بتمرر للنور، نور طلعت انسايد باص رائعه، سلعاوي كروس باص حبيبه حاتم، رضوى اكسترا باص ودرايف وفلات شوت من نادين، لكن الديفنسيف ريباوند والفاست بريك لفريق سموحه، واريكو محاوله التسجيل لكن خطا شخصي بيحتسب حكم المباراه على اللاعبه رضوى محمد لاعبه النادي الاهلي. أوتسايد عفوا، رميتين حرتين للعبة ريكو لعبة نادي سموحة. 57 الأهلي، 52 سموحة، وتنجح ريكو في تسجيل الرمية الحرة الأولى وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثانية ريكو، وتنجح بتسجيل الرمية الحرة الثانية. رضوى محمد نور لرضوى حبيبة حاتم
حبيبة محاولة الاختراق وانسايد باس رائعة وتنجح في التسجيل للعبة. هلا علي لعبة النادي الأهلي. فول كورت مان تو مان بريشر ديفنس من فريق النادي الأهلي. حبيبة لطفي بتمرر لفاطيمة نور وفاست بريك لفريق النادي الأهلي وإيزي لياب أكثر من رائع من اللعبة رضوى محمد لعبة النادي الأهلي 61 الأهلي 54 سموحة. بيونيكا رانيا حبيبة لطفي انسايد باس لكن مقطوعة وسلعاوي على التنفيذ لكن حكم المباراة بيحتسب دابل درابل على اللعبة نادين سلعاوي لعبة النادي الأهلي أوتسايد لفريق سموحة من الحد الجانبي. إنجي صلاح تدخل إلى أرضية الملعب لعبة نادي سموحة. بيونيكا هاند أوف لريكو وريفرس لياب أكثر من رائع من ريكو 61 الأهلي 56 سموحة ورضوى محمد على التنفيذ. رضوى حاول الاختراق من نور سبين موف كيك اوت وريكو والفاست بريك رانيا وخطأ شخصي بيحتسب حكم المباراة على اللعبة نور علي طلعت لعبة علي. أوتسايد لفريق نادي سموحة من الحد الجانبي 61 الأهلي 56 سموحة وسبع دقائق 26 ثانية متبقية على أحداث الفترة الرابعة. إنجي صلاح على التنفيذ بيونيكا المحترف الأمريكي لفريق نادي سموحة بتمرر هاند اوف لإنجي صلاح. إنجي مان تو مان ديفنس من فريق النادي الأهلي. رانيا ستيف فيكو محاولة الاختراق من إنجي وميديام شوت رائعة من اللعبة فاطيمة لعبة نادي سموحة 61 الأهلي 58 سموحة. رضوى صانع العاب فريق النادي الأهلي بتمرر لهالة كيك اوت فريدة وائل ومحاولة الاختراق وسبين موف أكثر من رائع وتنجح في التسجيل. اللعبة فريدة وائل لعبة النادي الأهلي درايف أكثر من رائع من اللعبة فريدة. رانيا 63 الأهلي 58 سموحة انسايد باس لفاطيمة. إنجي صلاح وثري بوينت شوت وفي الأوفنسيف ريباوند لكن مقطوعة والحيازة لفريق النادي الأهلي. رضوى بتمرر لفريدة وائل نور علي وثري بوينت شوت والديفنسيف ريباوند لبيونيكا. ريكو والفاست بريك ريكو ومحاولة الاختراق ومحاولة التصويب لكن ديفنسيف ريباوند من رضوى. رضوى ولونج باس ونادين ومحاولة تصويب لكن الحيازة لبيونيكا. بيونيكا بتمرر لفاطيمة. إنجي صلاح هاند أوف لريكو ريم أسامة سكرين ذا بول ري سكرين وبيونيكا وميديام شوت والديفنسيف ريباوند لنادين سرعاوي ومحاولة الاختراق من نادين كيك اوت لفريدة لكن خاطئ شخص بيحتسب حكم المباراة. على اللعبة ريم أسامة أوتسايد لفريق النادي الأهلي أسفل السلة 63 الأهلي 58 سموحة وفارق الخمس نقاط لصالح النادي الأهلي وخمس دقائق 59 ثانية متوقعة على أحداث الفترة الرابعة ودرايف أكثر من رائع من اللعبة فريدة وائل. إنجي صلاح
في محاولة الاختراق وتنجح في الاختراق ومحاولة التمرير. بيونيكا اكسترا باس رانيا ستيب باك فاطيمة وميديام شوت والديفنسيف ريباوند لهلا علي والفاست بريك رضوى وتمريرة رائعة النور لكن بلوك شوت اكثر من رائع من اللعبة بيونيكا. نادين سرعاوي وثري بوينت شوت والأوفنسيف ريباوند لهلا علي. فريدة وائل بتمرر لرضوى محمد فريدة وثلاثية لكن إلى خارج أرضية الملعب أوتسايد لفريق نادي سموحة. أربع دقائق 36 ثانية متبقية لأحداث الفترة الرابعة 63 الأهلي 58 سموحة وإنجي صلاح على التنفيذ لفريق سموحة. سما ومحاولة الاختراق من سما وبتمرر لإنجي صلاح اكسترا باص لإنجي وثلاثية نارية من اللعبة إنجي صلاح 63 الأهلي 61 سموحة ومحاولة الاختراق من نور علي طلعت وخطأ شخصي بيحتسبه حكم المباراة على اللعبة فاطيمة لعبة نادي سموحة يستوجب رميتين حرتين للعبة نور علي طلعت لعبة النادي الأهلي. أربع دقائق سبع ثواني متبقية لأحداث الفترة الرابعة ونور على التنفيذ ولم تنجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى نور. وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثانية وتنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية. فول كورت مان تو مان بريشر ديفنس من فريق النادي الأهلي وبيونيكا سما بريس بريك رائع لكن حكم المباراة بيحتسب مخالفة الثمان ثواني على فريق نادي سموحة أوتسايد لفريق النادي الأهلي. 64 الأهلي 61 سموحة ومقطوعة من ريكو ريكو والفاست بريك وأسفل السلة وريفيرس لايب أكثر من رائع من ريكو. 64 الأهلي 63 سموحة وسلعاوي على التنفيذ سلعاوي ومحاولة الاختراق ومحاولة التصويب وتنجح نادين سلعاوي في تسجيل فلات شوت أكثر من رائعة وأند وان رمية حرة إضافية. خطأ شخصي بيحتسب حكم المباراة على دفاع نادي سموحة. ريفيرس لايب أكثر من رائع سما كروس باس فاطيمة محاولة التسجيل وتنجح
نور وان سايد باس مرانين ورادو محمد انسايد باس لرانين القداوي ومحاولة تسجيل لكن خطأ شخصي بيحتسبه حكم المباراة على المحترفة الأمريكية بيونيكا لاعبة نادي سموحة يستوجب رميتين حرتين للاعب رنين القداوي 68 الأهلي 67 سموحة دقيقتين 5 ثواني متبقية على أحداث الفترة الرابعة ورنين على التنفيذ وتنجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى رنين وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثانية لم تنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية لكن الأوفنسيف ريباوند لنادين سلعاوي إنسايد باس رنين وبلوك شوت أكثر من رائع من اللعبة بيونيكا أوتسايد لفريق النادي الأهلي أسفل السلة رنين حاول الاختراق من رنين وفلات شوت رائعة من اللعبة رنين القداوي لعبة النادي الأهلي 69 الأهلي 67 سموحة عفوا 71 الأهلي 67 سموحة وحاول الاختراق من إنجي وتمريرة رائعة لفاطيمة لكن الديفنسيف ريباوند رنين لونج باس فريدة وائل كروس باس رضوى تاتش باس ومخالفة المشي بالكرة بيحتسبها حكم المباراة على اللعبة نور علي طلعت أوتسايد لفريق سموحة دقيقة 32 ثانية متبقية لأحداث الفترة الرابعة وسامة في محاولة الاختراق بتمرر لفاطيمة هاند أوف إنجي صلاح وقات أكثر من رائع وتمريرة رائعة من ريكو وتنجح في التسجيل اللاعبة فاطيمة تمريرة أكثر من رائعة من اللاعبة ريكو لاعبة نادي سموحة نادين سلعاوي بتمرر فريدة وائل رضوى انسايد باس كيك اوت وسلعاوي محاولة الاختراق ومحاولة التصويب لكن حكم المباراة بيحتسب خطأ شخص على اللعبة ريم أسامة لعبة نادي سموحة رميتين حرتين للعبة نادين سلعاوي 71 الأهلي 69 سموحة و54 ثانية متبقية لأحداث الفترة الرابعة وسلعاوي على التنفيذ نادين على تنفيذ الرمية الحرة الأولى وتنجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى نادين وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثانية تسجيل الرمية الحرة الثانية نادين سلعاوي ووقت مستقطع بيطلبه المدير الفني لفريق نادي سموحة الكابتن ياسر عبد الرحمن مباراة قوية ومثيرة من جانب الفريقين حتى الآن وأداء أكثر من رائع من جميع اللاعبات ووقت مستقطع بيطلبه المدير الفني الكابتن ياسر عبد الرحمن في محاولة لمراجعة التكتيكات الهجومية لفريقه ومحاولة استعاد نقاط القوة مرة أخرى كابتن فوزي إيه رأي حضرتك في أداء اللاعبين في هذه الفترة فترة رابعة كابتن قد هي الأروع من لاعبات الفريقين نقوله ريكو يا ريكو اوعى يجي لك ريكو كمان نادين يا نادين ما شاء الله عليك يا نادين وتفرج على رنين لو كنت بتحب الباسكت وغاوي
بدفاعات الأهلي المانتومان قدر الأهلي إن هو يمتلك القوة في الأداء. نادي سموحة عاد خلال الفترة الرابعة من فارق السبع نقاط، وصل حاليا لفارق الأربع نقاط قبل 54 ثانية من نهاية اللقاء. قلنا لحضراتكم يمكن ربما من الدقائق الأولى أننا أمام مباراة شيقة، فعلا هي المباراة شيقة ومتكافئة. خلينا نشوفه كلا المديرين الفنيين سواء الكابتن علي هاشم أو الكابتن ياسر عبد الرحمن هيديروا إزاي الأوقات الحرجة الـ 54 ثانية. من كابتن ياسر طلب الكرة تطلع 14 ثانية لفريق سموحة، سموحة متأخر بفارق الأربع نقاط. شكرا للزميل فوزي جادو. وانتهى الوقت المستقطع لطلب المدير الفني لنادي سموحة الكابتن ياسر عبد الرحمن. انجي صلاح على التنفيذ، بتمرر انسايد باس ومحاولة للتمرير لكن اوتسايد لفريق نادي سموحة اسفل السلة. ريكو على التنفيذ لفريق سموحة. 51 ثانية متوقعة لأحداث الفترة الرابعة، و12 ثانية متوقعة على زمن الهجمة. تمريرة رائعة لإنجي صلاح ومحاولة التسجيل وتنجح بالتسجيل اللاعبة إنجي صلاح. فريدة وائل مان تو مان ديفنس من فريق نادي سموحة. سكرين ذا بول فريدة، تمريرة رائعة لنور، نور ومحاولة الاختراق والديفنسيف ريباوند لبيونيكا، بيونيكا بتمرر لإنجي صلاح وتمريرة رائعة لفاطيمة، فاطيمة أسفل السلة وتنجح فاطيمة بتسجيل نقطتين لفريقها أسفل السلة. 73 للأهلي 73 سموحة، وعودة مرة أخرى إلى نقطة البداية. و22 ثانية متبقية لأحداث الفترة الرابعة، ووقت مستقطع بيطلبه المدير الفني الكابتن علي هاشم مدرب النادي الأهلي. وأترك الميكروفون للزميل فوزي جادو لكي يطلعنا على إحصائيات اللاعبين في هذه الفترة. إنجي صلاح والنقطتين لسموحة تعاودها زميلتها الحقيقة فاطيمة اللي عاملة جيم كبير، فاطيمة النهاردة يصنع التعادل لسموحة من الجود ديفنس والفاست بريك 73-73، والسموحة قدر يستعيد فارق السبع نقاط اللي كان متفوق بيهم النادي الأهلي في خلال الفترة الثالثة. الأهلي محاولاته تحت السلة 15 مرة حاول تحت السلة جاب 6 وأخفق في 16 مرة جاب 6 وأخفق في 10، يعني 6 من 16 يعني 37.5% بالنسبة للدخول. بالنسبة لنادي سموحة الفرقتين متساويين في الرميات الحرة 3 من 5، الأهلي 3 من 6 وسموحة 3 من 5. الثلاثيات الأهلي ما جابش، سموحة جاب مرتين، ده كده بشكل مجمل كده هو سموحة مرتين من 4 بالنسبة للثلاثيات. الفرقتين كانوا بيلعبوا على دخول، وعشان كده شفنا باسكت الحقيقة وشفنا تفوق تحت السلة سواء فاطيمة هنا أو سواء رجاء سواء فاطيمة أو سواء نادين الجداوي. هنتابع مع بعض ونشوف برضو نور، برضو عملت جيم كبير نور عالي الحقيقة. شكرا للزميل فوزي جادو. فريدة بتمرر النور، نور نور عالي مان تو مان ديفنس من فريق نادي سموحة. نادين سنعاوي 10 ثواني متبقى على أحداث الفترة الرابعة والتعادل. نادين سنعاوي، نادين ومحاولة الاختراق من نادين ومحاولة التصويب وإنجي صلاح والباست بريك، وإنجي صلاح والباست بريك. وصافرة من حكم المباراة وانتهت معها أعزائي المشاهدين أحداث الفترة الرابعة بتعادل فريق النادي الأهلي مع فريق نادي سموحة بنتيجة 73-73. ونذهب سويا إلى فترة إضافية. كابتن فوزي جادو، إيه رأي حضرتك في أداء اللاعبين في هذه المباراة؟
كابتن محمد، الحقيقه احنا عندنا تفوق في ارض الملعب لكلا الفريقين. المباراه ايكوال بعد اربع فترات 73-73. مباراه الحقيقه روعه للاعبات نادي سموحه ومدربهم النادي الاهلي. الحقيقه ربما يعني كان في يعني اعتمد على بعض اللاعبات يعني بشكل مجمل، ولكن الحقيقه المباراه ممتعه. ما يهمنا برضو ان احنا نركز على الجوانب الإيجابية بالنسبة لحكام اللقاء. الحقيقة في تميز سواء كابتن محمد إبراهيم او كابتن سلمى بلال. شفنا خلال اللقاء الحقيقه تفوق لعدد كبير من اللاعبات، عشان برضو احنا ما بنمدح في لعيبه، ولكن الحقيقه في كتير من اللاعبات عندهم تفوق في الفريقين. الأكثر تسجيلا ربما ريكو في سموحة، وكذلك أعتقد بالنسبة للنادي الأهلي هيكون الأكثر تفوقا بالنسبة للنادي الأهلي في التسجيل ناديه. الفريقين أشركوا، النادي الأهلي أشرك عدد أكبر من اللاعبات خلال الجيم. هنشوفوا الكرة هتطلع من فريدة وائل، والبداية الحيازة للنادي الأهلي. شكرا للزميل فوزي جادو، ونبدأ أحداث الفترة الإضافية. وفريدة وائل على التنفيذ لفريق النادي الأهلي. رضوى بتمرر النور انسايد باس لفريدة، فريدة وأسفل السلة، وخطأ شخصي بيحتسبه حاكم المباراة على اللعبة بيونيكا المحترفة الأمريكية لفريق نادي سموحة. يستوجب رميتين حرتين للاعبة فريدة وائل لاعبة النادي الأهلي. وتنجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى اللاعبة فريدة، وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثانية فريدة، ولم تنجح في التسجيل، لكن الاوفنسيف ريباوند لفريده. رضوى انسايد باس اكثر من رائع، وتنجح في التسجيل اللاعبه رنين الجداوي اسفل السله، تمريره اكثر من رائعه من اللاعبه فريده وائل. مان تو مان ديفنس من فريق النادي الاهلي، واختراق اكثر من رائع من انجي، لكن ديفنسيف ريباوند من نور علي سلعاوي في محاولة الاختراق، وبلوك شوت من اللاعبة سما لاعبة نادي سموحة، ميديام شوت من نور علي، والديفنسيف ريباوند لبيونيكا. ريكو بتعدي نص الملعب لفريق سموحة. ريكو محاولة الاختراق من ريكو، وتغيير اتجاه أكثر من رائع، ومحاولة للتصويب، لكن ديفنسيف ريباوند من رنين قداوي. كروس باس ستيف فيك ودرايف اكثر من رائع من اللعبة رضوى محمد لعبة النادي الاهلي، وتنجح في التسجيل 78 الاهلي 73 سموحة. وبيونيكا هاند اوف انجي صلاح، بيونيكا مرة تانية سما فاطيمة، وثري بوينت شوت رائعة من اللعبة فاطيمة، تنجح في تسجيلها 78 الاهلي 76 سموحة. رنين رضوى محمد، 3 دقائق 13 ثانية متبقية على أحداث الفترة الإضافية، وهورن أوفنس من فريق النادي الأهلي، وتمريرة رائعة ونور، ومحاولة التصويب لكن أوتسايد على فريق النادي الأهلي. 3 دقائق متبقية على أحداث الفترة الإضافية، ونقطتين فارق لفريق النادي الأهلي، 78 الأهلي 76 سموحة. وسام على التنفيذ لفريق سموحة. مان تو مان ديفنس من فريق النادي الأهلي سما. انجي صلاح بتمرر لفاطيمة، فاطيمة انجي صلاح مرة تانية انسايد باس بيونيكا، بيونيكا ومحاولة للارتكاز وميديام شوت
والديفنسيف ريباوند لرنين القداوي رادوى محمد بتمرر لنور نور علي طلعت سلعاوي نادين سلعاوي بتمرر لنور في محاولة الاختراق لكن مقطوعة من انجي صلاح انجي صلاح والفاست بريك وخطأ شخصي متعمد بيحتسبه حكم المباراة على اللعبة نور علي طلعت لاعبة النادي الأهلي التندت فاول تسقط اللعبة انجي صلاح على أرضية الملعب سلامات اللعبة انجي صلاح لاعبة نادي سموحة وأترك الميكروفون للزميل فوزي جادو لكي يطلعنا على بعض إحصائيات اللاعبين حتى الآن هو يمكن يا كابتن محمد بس يعني نور كان في اخفاق وقدرت انجي تقطع الكوره فاللي احنا شايفينه ده هو الفعل ورد الفعل فراحت عملت معها فاول تحت الحلقه هتتطلب طبعا رميتين لانجي انجي هتتبدل دلوقتي لان الطبيبه نزلت لانجي فهنشوف مين اللي هتنزل هتصور بمكان انجي شكرا للزميل فوزي جادو حبيبه لطفي تدخل إلى أرضية الملعب بديلة لزميلتها إنجي صلاح سلامات لإنجي ولم تنجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى حبيبة لطفي وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثانية وتنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية حبيبة والحيازة لفريق نادي سموحة وريكو على التنفيذ إنسايد باس فاطمة كيك أوت حبيبة محاولة الاختراق ومحاولة التصويب لكن في الديفنسيف ريباوند رادوى محمد رادوى بتمرر لنور نور علي رادوى محمد مان تو مان ديفنس من فريق نادي سموحة نور هاند اوف ومحاولة الاختراق من فريدة ومحاولة التصويب لكن في الديفنسيف ريباوند فاطمة ولونج باس وريكو والفاست بريك ريكو محاولة الاختراق كيك اوت سما فاطمة و 3 بوينت شوت اكثر من رائعة لكن في الديفنسيف ريباوند اللعبة رنين القداوي رضوى محمد صانع العاب فريق النادي الاهلي دقيقة 27 ثانية متبقية الاحداث الفترة الاضافية وتنجح نادين القداوي في تسجيل ثلاثية اكثر من رائعة 81 الاهلي 77 سموحة ودقيقة 23 ثانية متبقية الاحداث الفترة الاضافية أربع نقاط فارق لصالح النادي الأهلي فول كورت مان تو مان بريشر ديفنس من فريق النادي الأهلي بيونيكا هاند اوف لسما ريكو شوت فيك ودرايف بيونيكا و 3 بوينت شوت من بيونيكا ويتنجح بيونيكا بتسجيل ثلاثية نارية تشعل بها حماس جمهور المباراة نادين تمريرة أكثر من رائعة لسلعاوي ومحاولة تسجيل وفي الديفنسيف ريباوند بيونيكا سما والفاست بريك سما تمريرة رائعة لبيونيكا بيونيكا وارتكاز لكن مخالفة الماشي بالكرة بيحتسبها حكم المباراة على اللعبة بيونيكا المحترفة الأمريكية لفريق نادي سموحة 81 الأهلي 80 سموحة و 48 ثانية متبقية على أحداث الفترة الإضافية ورادوى محمد على التنفيذ رنين القداوي رنين رادوى بيكن ران نور و 3 بوينت شوت من نور وتنجح نور بتسجيل ثلاثية أكثر من رائعة لفريق النادي الأهلي 84 الأهلي 80 سموحة و 33 ثانية متبقية الأحداث الفترة الإضافية ووقت مستقطع بيطلبه المدير الفني الكابتن ياسر عبد الرحمن مدرب فريق نادي سموحة وأترك الميكروفون للزميل فوزي جادو لكي يطلعنا على إحصائيات اللاعبات في هذه الفترة
خلال الوقت المستقطع خلال الفتره الوقت الاضافي لقينا الاهلي مسجل ثلاثيتين عن طريق نادين ونور، سموحه مسجل ثلاثيتين ايضا عن طريق فاطمه وبيونيكا، سموحه مسجل الاهلي مسجل رميه حره عن طريق فريده وائل، سموحه مسجل رميه حره عن طريق حبيبه. اذا في تكافؤ، امال الفرق جاي منين؟ الاربع نقاط اللي موجودين على الشاشه جايين منين؟ جايين من دخول لرنين ورضوى في النادي الاهلي، بينما لم تنجح لاعبات سموحة في الدخول. والحقيقة حابب الحقيقة أوجه يعني رسالة لمستوى بيونيكا، الحقيقة اللي هو يعني عليه أكتر من علامة، يعني بيونيكا كانت تحت السلة كانت ممكن إنها تصنع الفارق لفرق. شكرا للزميل فوزي جادو. وانتهى الوقت المستقطع اللي طلبه المدير الفني كابتن ياسر عبد الرحمن مدرب فريق نادي سموحة. واريكوا على التنفيذ لفريق سموحة من الحد الجانبي. ريكو انجي صلاح، ريكو ستيف فيك ومحاولة الاختراق، كيك اوت لسما واوت سايد لفريق سموحة اسفل السلة. تصطدم الكرة بقدم لاعبة النادي الاهلي. بيونيكا ارتكاز ومحاولة تصويب لكن خطأ شخصي بيحتسبه حاكم المباراة على اللاعبة رنين الجداوي لاعبة النادي الاهلي. ثلاث رميات حرة اضافية للاعبة بيونيكا المحترفة الامريكية لفريق نادي سموحة. 84 الأهلي، 80 سموحة، و19 ثانية متبقية الأحداث الفترة الإضافية. وبيونيكا على التنفيذ. مباراة ممتعة ومثيرة من جانب الفريقين، وتنجح بيونيكا بتسجيل الرمية الحرة الأولى. وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثانية بيونيكا. وتنجح بتسجيل الرمية الحرة الثانية. وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثالثة. وتنجح بتسجيل الرمية الحرة الثالثة بيونيكا. ووقت مستقطع بيطلبه المدير الفني لفريق النادي الاهلي الكابتن علي هاشم. 19 ثانية متبقية الاحداث الوقت الاضافي. 84 الاهلي، 83 سموحة. واترك الميكروفون للزميل فوزي جادو لكي يطلعنا على احصائيات اللاعبين في هذه الثواني السابقة. بنتيجة 11-10 يتفوق الاهلي في الوقت الاضافي، ونصل الى 84-83. بيونيكا تعود تكسر فارق الاربع نقاط بثلاث رميات حرة، المتبقي 19 ثانية من عمر الوقت الاضافي. خلينا ننتظر اختيارات الكابتن علي هاشم، هيختار الكرة تطلع منين؟ هل يلعب بال24 ثانية وهو متفوق، او بال19 ثانية وهو متفوق وياخد الكرة من اول الملعب، ام يخشى البريس اللي ممكن تعمله لاعبات سموحة ويقطع الكرة ويبقوا قريبين من السلة، ولا ياخد ال16 ثانية، ولا ياخد ال16 ثانية من ملعب سموحة، وبالتالي هيسيب وقت متبقي في حالة عدم إحرازه للنقاط. نشوف الاختيارات هترسي على ايه في أرض الملعب فعليا، والاختيار للمدير الفني اللي هيختار ان الكرة لاعبات الأهلي طبعا بيتكلموا، لاعبات سموحة لسه بيتكلموا مع بعض، لاعبات مع كابتن كريم إسماعيل ولاعبات سموحة نازلين لأرض الملعب، الكرة هتطلع منين؟ خلينا نتابع مع بعض.
شكرا للزميل فوزي جادو، ونترك الثواني القادمة تبين لنا ماذا أراد الكابتن علي هاشم أن يضيفه لفريقه. والكرة من بداية الملعب لفريق النادي الأهلي. رادو محمد على التنفيذ، فول كورت بريشر، مان تو مان ديفنس، وتمريرة رائعة من نديل، لكن خطأ شخصي من فريد، عفوا، لكن خطأ شخصي بيحتسبه حكم المباراة على اللاعبة فاطمة. رميتين حرتين للاعبة نور علي طلعت. 13 ثانية متبقعة لأحداث الفترة الإضافية، ونور على التنفيذ ولم تنجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى، وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثانية. وتنجح بتسجيل الرمية الحرة الثانية. انجي على تنفيذ لفريق سموحة. ومقطوعة من نادين، ومحاولة تصويب من رنين، عفوا، وتنجح رنين في التسجيل أسفل السلة. ريكو 87 الأهلي 83 سموحة، وخطأ شخصي بيحتسب حكم المباراة على اللاعبة فريدة وائل لاعبة النادي الأهلي. رميتين حرتين للاعبة ريمو أسامة لاعبة نادي سموحة. 5 ثواني متوقعة لأحداث الفترة الإضافية، وريكو على التنفيذ. وتنجح ريكو في تسجيل الرمية الحرة الأولى، وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثانية ريكو. وتنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية، وخطأ شخصي بيحتسب حكم المباراة على اللعبة إنجي صلاح لعبة نادي سموحة. رميتين حرتين للعبة رضوى محمد لعبة النادي الأهلي. فاول جيم من فريق نادي سموحة في محاولة لتعطيل زمن الثواني الأخيرة، ورضوى محمد على التنفيذ. وتنجح بتسجيل الرمية الحرة الأولى، وعلى تنفيذ الرمية الحرة الثانية رضوى محمد. ثمانية وثمانين الأهلي 85 سموحة، وأربع ثواني متبقية لأحداث الفترة الإضافية، ورضوى محمد على التنفيذ. ولم تنجح بتسجيل الرمية الحرة الإضافية، وصراع على الكرة وجان بول والحيازة لفريق سموحة، أوتسايد لفريق سموحة، وثانيتين متبقية على أحداث الفترة الإضافية. إنجي صلاح على التنفيذ لفريق سموحة، وفاطمة وتصيبة بعيدة المدى وإلى خارج أرضية الملعب، تنتهي مع أعزائي المشاهدين أحداث الفترة الإضافية. مر الوقت سريعا أعزائي المشاهدين، ووصلنا سويا إلى محطتنا الأخيرة، وانتهت معها أحداث اللقاء بفوز فريق النادي الأهلي على فريق سموحة بنتيجة 88-85. أشكركم على حسن متابعتكم، كان معكم معلقكم الرياضي كابتن محمد عبد الحليم إنزاجي، وأترك الميكروفون إلى الزميل فوزي جادو. أترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. شكرا كابتن محمد إنزاجي. بنتيجة 88-85 استمتعنا بلقاء قوي ومثير ومتكافئ.